اقتحمت القوات الإسرائيلية صباح هذا اليوم المسجد القبلي داخل المسجد الأقصى واعتقلت عددا من المصلين في المسجد. وتستمر الاقتحامات والاشتباكات داخل المسجد الأقصى وفي محيطه لليوم الثاني على التوالي، وذلك بسبب إتاحة دخول المستوطنين اليهود إلى باحات الحرم القدسي الشريف. هذا وتصدى عشرات الشبان الفلسطينيين لاقتحامات المستوطنين والشرطة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات اعتقل عاقبها أكثر من 9 أشخاص. وأغلقوا أبواب المسجد وبدأوا بضرب القنابل الصوتية داخل المسجد، ليس واحد وليس 10 وليس 20 وليس 25 قنبلة. وفجأة ما انتظرنا حتى بدأ القوات الخاصة تدخل داخل المسجد وتعتقل الشباب، أكثر من 5 شباب اعتقلوهم، دنسوا حرمة المسجد، دخلوا داخل المسجد وأخذوهم واعتقلوهم على باب المغرب. والوضع كما ترون الآن لا أحد إلا حراس المسجد والقوات الخاصة التي تدنس كل مكان في هذا المسجد الفارغ من المسلمين. مئات الشباب والحمد لله رب العالمين يتواجدون في بحات المسجد الأقصى، ولكن ما هو مطلوب من هذه الأمة أكثر بكثير؟ المطلوب أن تصل النساء وأن يصل الرجال، والمطلوب أن يقف العلماء والأمراء والسلاطين، وأن تأخذ الدول والحكومات مسؤولياتها تجاه ما يجري في المسجد الأقصى المبارك. تطلعوا من برا، يعني عمليا هسه الأقصى فاضي، فيش في حدا يعني، وكله فاضي للسواح وفاضي اللي يفوتوا فيهم كل النواحي، سواح من هنا سواح من هنا، كله فرق يعني. أما الآن فينضم إلي عبر الخط الهاتفي محافظ ووزير شؤون مدينة القدس دكتور عدنان الحسيني. بداية سيدي، ضعنا في صورة آخر التطورات الميدانية بعد التصعيد الإسرائيلي من خلال حملة الاعتقالات. يعني اليوم تقريبا لحق بالأمس، الأمس كان يوما صعبا واليوم أيضا كان يوما صعبا، الوتيرة أقل بقليل ولكنها نفس الوتيرة ونفس الأسلوب ونفس الاستفزازات واعتقالات وطبعا ضرب الناس ومنع المصلين وادخال المتطرفين والجيش بسرح بمرح. القضيه صعبه جدا الواقع، المشهد عندما نتكلم شيء وعندما نرى بام عيوننا شيء اخر، في استباحه للمسجد، في اهانه للمسجد، في اصرار على اهانه اهل المسجد واصحاب المسجد ورواد المسجد، في تحدي للعالم أجمع بأنهم يعني بيقدروا يعملوا كل شيء، هم أقوياء وهم إمكانهم يغيروا كل شيء ويفرضوا كل شيء. والمؤسف جدا بأن هذا العالم الذي ينظر إليهم من بعيد لا يحرك ساكنا، بالرغم من أن هذه الأمور كلها مقدمة لمشاكل كثيرة قادمة ستكون، يعني إسرائيل جزء من المسؤولية، لن تهرب من مسؤوليتها. نعم سيد الحسيني، هل نستطيع اعتبار ما حدث في اليومين الأخيرين بالحرم القدسي الشريف تهيئة لتقسيم زماني ومكاني؟ أنا أقول لك شيء واحد، لن يكون هناك تقسيم زمني ولا مكاني إلا إذا يعني منع المسلمين من الدخول، يعني خلاص منعوهم نهائيا وسكروا الأسلحة ومنعوهم من الدخول أو المرور ممكن، ولكن طالما في فلسطيني مقدس موجود سيمنع كل هذه المحاولات، وهذا ما يحصل منذ سنين، يعني منذ 3-4 سنوات هذا هو الموقف، نفس الموقف لم يتغير وإن شاء الله لن يتغير، لأنه طالما أن صاحب المحل صاحب المكان بقول لا أنا غير موافق على اللي بيصير، انتهى، ما في شيء بيصير بالقوة. نعم، إذن محافظ ووزير شؤون مدينة القدس دكتور عدنان الحسيني، أشكرك، كنت معنا من مدينة القدس عبر الخط الهاتفي.